السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم جميعا، نتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير إن شاء الله، تكونوا في أحسن حال في صحة جيدة. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على دوي سينيالي دي بيريكولو، أو لجوجة الإشارات من إشارات الخطر. أول سينيال كيحمل الاسم ديال بونتي موبيلي بمعنى جسر متحرك، والدرس الثاني أو الإشارة الثانية هو سينيال ديال زبوكو سومولو وسوارجيني، اللي هو كيشير لنا على ان الطريق اللي حنا غاديين فيها عنده واحد المنفذ، وداك المنفذ كيخرجنا اولا كيطل على واحد المكان فيه كيتواجد فيه الماء، سواء المولو الرصيف ديال الميناء اولا ارجيني بمعنى السد مثلا، اولا داك المكان اللي كيكون مجموع فيه الماء. هادو دوي سينيال ان شاء الله غنشوفوهم اليوم، غنشوفوهم مع الكويتس ديالهم بحول الله، ونتمنى الله نتوفق في الشرح كيف دائما ويلقى الاعجاب ديالكم، ونتوكل على الله ونبداو مع اول درس. بونتي موبيلي او الجسر المتحرك هو العنوان ديال اول درس ان شاء الله غنشوفوه في هذا الفيديو. يون سينيالي دي بيريكولو كي بريانو شادي نورما 150 متر اون بونتي موبيلي، هاد الاشاره ديال الخطر كتشير على بعد 150 متر على تواجد واحد الخطر الاسم ديالو بونتي موبيلي يعني جسر متحرك. Può essere integrato col pannello indicante gli orari di manovra o di funzionamento di un ponte mobile. يقدر يكون مرافق ليه هذه الاشاره اللي قدامنا، تقدر تكون مرافقه ليه واحد اللافته بيضاء كيكون مكتوب فيها الوقت او الساعه اللي هي هذا الجسر فيها كيكون كيتحرك، لا مانوفرا او فونسيونامينتو ديالو، يعني انت كيبدا ان قلنا جسر متحرك بمعنى كيتسد وكيتحل، فهذيك اللافته كيكون مكتوب فيها الوقت اللي هو كتكون هذيك لا مانوفرا او لهذاك البونتي كيكون كيتفتح وكيتسد. ممكن يكون مرافق ليه بانيلو ديستانسيومتريك واطري باري روسي. هاد البانيلي ديستانسيومتريكي ستانسيومتريكي كنا شناهم في واحد الدروس ديال باساجو ليفيلو، اللي قلنا واحد عنده ثلاثه الخطوط كيكون كيبعد على الخطر ب 150، والثاني كيكون فيه جوج الخطوط حمراء وكيكون كيبعد 100 متر، والثالث كيكون عنده خط واحد احمر وكيكون كيبعد على الخطر غير ب 50 متر. هنا عندنا السينيال، هذا السينيال ديال الخطر كيكون كيتواجد على بعد 150 متر، فإلا كان غيكون مرافق ليه واحد البانيلو ديستانسيومتريكو فالورا غنقولوا راه غيكون كيتواجد مع داك اللي هو فيه ثلاثه الخطوط حمراء، لان حتى هو كيكون كيبعد على الخطر بغض النظر هذاك الخطر كيفاش، ولكن الا كان كيتواجد راه كيكون كيبعد ب 150 متر. اذا غيكونوا جوج السينيال وتحت منه البانيلو ديستانسيومتريكو اتري باري روسي. Dopo il segnale, من بعد السينيال si trova un dispositivo a luce rossi lampeggiante. كيتواجد من بعد الإشارة كنلقى واحد الجهاز اللي هو فيه ضوء أحمر كيشعل بالتناوب، lampeggiante بمعنى كتكون كيشعل وكيطفى. Si funziona comporta di avvistarsi. وإلا كان هاد الضوء الأحمر خدام بمعنى كيطفى وكيشعل، هنا خاصنا أولا كيتطلب منا أننا نوقفوا، لأن هذاك الضوء اللي كيكون خدام بهذا الشكل كيشير على أن راه البونتي راه كيتفتح اولا كيتسد، يعني ان فونسيونامينتو ولا بحال هكا كيتفتح اولا كيتسد. نون انفيرو غير صحيح بان اللي شنا هاد الاشاره نقولو بريانونش دو ناريا بورتوالي، بمعنى انها كتشير لينا على واحد الميناء، اولا نقولو مثلا راه كيفرض علينا اريستارسي اوبليغات اريستارسي بريما ديو اترافيرساري البونتي، اولا نقولو اللي شنا هاد الاشاره نقولو رحنا اول ما كنوصلوا لهذاك البونتي موبيلي خاصنا نوقفوا عاد من بعد نكملوا، سير فالس هاد القضيه، لان الا كان شاعل الضوء كنوقفوا، الا ما كانش عندنا داك الضوء الاحمر اللي كيلامبيجي كنكملوا السير ديالنا. غير صحيح ايضا اننا نقولوا بان الا كان عندنا هاد الاشاره راه كيمنع فيتاي سور باسو سي بوستو سسترادا دي اكسيسو لوناريا بورتوال، يعني الا كان هاد الاشاره محطوطه لينا في داك واحد الطريق اللي هي كتوصل للمدخل ديال الميناء فاحنا ممنوع نديرو التجاوز. هاد القضيه او هاد المساله غير صحيحه، فاحنا الا كانت عندنا الطريق كافيه واسعه ما عندناش ديفيتو ديال السور باسور حنا كنديرو كنشوفو غير واش كيتوفروا لنا الشروط اللي هي كتسمح لينا نديرو هاد لا مانوفرا او لا. تقريبا هذا هو الدرس، دابا ان شاء الله غندوزو نشوفو الكويتس ديالو. لي دوماند دي ليفير ديال بونتي موبيلي، اول دوماندا ايل سينيال رافيغوراتو بريانونشون بونتي موبيلي، يعني واش هاد الاشاره اللي قدامنا راه كتشير على واحد الجسر متحرك. دوماندا فيرو لان هذا اصلا هو العنوان ديال الدرس. ايل سينيال رافيغوراتو ايل سينيال دي بيريكولو، واش هاد الاشاره اللي قدامنا اشاره ديال الخطر؟ اكيد غنقولو فيرو لان تريانغولو روسو كنقولو دائما كيشير على الخطر.
Il segnale raffigurato può essere integrato con un pannello indicante gli orari di manovra o di funzionamento di un ponte mobile. Domanda vero? يعني هاد الإشارة اللي عندنا كتقدر تكون رافقة على واحد اللافتة اللي كيكون مكتوب لنا فيها التوقيت أو الساعات اللي هو هاد البونتي موبيلي أو الجسر المتحرك كيكون كيتحرك، يعني بمعنى كيكون كيتفتح أو لا كيتسد. دوماندا فيرو كنقدروا نلقاو الساعات اللي هي كيكون هاد البونتي كيتحرك فيها. Dopo il segnale raffigurato possiamo trovare un dispositivo a luci rosse lampeggianti. يعني من بعد هاد الإشارة ديال الخطر اللي قدامنا اللي قلنا كتكون كتواجد على بعد 150 متر، يعني من بعد منه راه غادي نقدروا نلقاو واحد الجهاز اللي هو كيحتوي على ضوء أحمر، وهذاك الضوء الأحمر كيشعل بالتناوب أو اللامبيجانتي كيطفى وكيشعل. دوماندا فيرو، لأن هاد الضوء الأحمر هو اللي كيشير لينا على واش هذاك البونتي كيتحرك أو لا. بالاضافه الى ان كيكون حاطي لينا لوراريو ديال لا مانوفر ديالو، ولكن كيذكرونا بهذاك لا لوتشيم اللي كنشوفوه شاعل، كنعرفوا بان ديك الساعه حنا خصنا نوقفوا وخصنا نخليو البونتي حتى يكمل الحركه ديالو ولا حتى يتسد او يتسح عاد نكملوا السير ديالنا. Il segnale raffigurato comporta di arrestarsi se sono in funzione le luci rosse lampeggianti. يعني هاد الإشارة اللي عندنا كطلب مننا أن نوقفو إلا كان هداك لا لوتشي روسي لامبيجانتي إن فونسيون، يعني إلا كان خدام. قلنا دوماندا فيرو لأن من قبل ذكرنا بأن إلا كان شاعل الضوء الأحمر اللي هو كيلامبيجي سينيفيك أن البونتي راه كيتحرك وخصنا نتسناو حتى يكمل عاد نكملو حنا السير ديالنا. Il segnale raffigurato può essere integrato del pannello distanziometrico a tre barre rosse. يعني الإشارة كتقدر تكون مرافقة على هذيك ماشي لافتة، هنا في البانيلو هو كيكون عبارة عن بانيلو بحال الشكل ديال كيكون حجر ومحطوط في الأرض، حنا عرفناه تعرفنا على هذا البانيل لي ديستاسيومتريتشي. هنا كيكون معاه هذاك اللي فيه تري باري روسي. دوماندا فيرو، لأن البانيلو ديستاسيومتريك اللي هو فيه تري باري روسي كيبعد ب 150 متر، وبالتالي كيتواجد مع السينيال لأنه تا هو كيبعد بنفس المسافة. دابا ان شاء الله غندوزو نشوفو لي دوماندي اللي هما فالسي. السينيال رافيغوراتو بريانوش اون اريا بورتوالي، واش هاد الاشارة اللي قدامنا كتشير لينا على واحد الميناء؟ دوماندا فالسو، لان السينيال كيشير على تواجد واحد الخطر وهو من نوع واحد الجسر كيتفتح وكيتسد، يعني جسر متحرك، وهنا فين عندنا الخطورة. Domanda Tania, il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi prima di attraversare il ponte. Domanda falso, لأن domanda che تقول إلا وصلنا لهاد لقينا هاد السينيال نعرفوا راسنا بأن مفروض علينا أننا نوقفوا قبل ما نكملوا السير فوق هذاك البونتي موبيلي. دوماندا قلنا فالسو، لأن إلا كان عندنا الضوء الأحمر كي لامبيجي فهذيك الحالة كنوقفوا لأنها إشارة على أن داك البونتي كيتحرك، ولا ما كانش عندنا الضوء شاعل بالاحمر رحنا داك الطريق في امان ونقدروا نمشيو، لان في هذيك الحاله كيكون الجسر شاد البلاصه ديالته ونقدروا نفوتوا من فوق منه حنايا. السينيال رافيغوراتو بريانونش اون بونتي كونفورتي بيندنسا، يعني هذه الاشاره اللي لقيناه راه نقولوا راه كيشير لينا على عندنا واحد المنحدر خطير او المنحدر قوي في هذا الطريق. هنا الدوماندا فالسو، لان هذا البونتي ما عندوش فورتي بيندنسا بمعنى منحدر قوي، فقط هو بونتي موبيلي كيتحرك كيتفتح وكيتسد. السينيال رافيغوراتو امبوني دي داري لا بريسيدنسا اي فيكولي بروفينينتي دال سينسو اوبوستو، يعني هاد الاشاره اللي لقيناها راه نقولوا باننا خصنا نعطيو دي داري امبوني كيفرض علينا اننا نعطيو حق الاسبقيه الفيكول اللي هي جايه من اتجاه المعاكس ديالنا. هنا طوماندا فاسو، لان هذا اشاره ديال الخطر ماشي اشاره ديال حق الاسبقيه. Il segnale raffigurato vieta il sorpasso sul posto sulla strada di accesso ad un'area portuale. يعني الإشارة اللي لقيناها، وإلا كانت محطوطة في الطريق اللي هي كتأدي إلى المدخل ديال واحد الميناء، راه حنا ممنوع لينا نديرو التجاوز. هنا الدوماندا فالسو، أصلا هي ماشي ديال المدخل ديال الميناء، هي هنا كيكون عندنا جسر متحرك والسور باسو كيتفرض علينا كيتمنع علينا نديرو، الا كان السينيال كيمنع يمنعوا علينا عندنا الديفيتو ديال السور باسو، او الا كانوا شي داك المحيط اللي هو داير بينا كيمنعنا اننا نديرو السور باسو، بحال مثلا كنكونوا سطو لا غاليريا ولا كنكونوا في الكوربا ولا، ففي هذه الحالات كيكون ممنوع علينا نديرو السور باسو واخا حنا ما عندناش المنع ديال السور باسو. واول تا كنلقاو السينيال، هنا الدوماندا فالسو لان هذا ما كيهضرش لينا اصلا على التجاوز.
il segnale raffigurato برينوش un passaggio a livello con barriere, يعني هاد الاشاره اللي شفنا راه نقولوا راه قدامنا كاين واحد الخطر اللي هو ديال السكه الحديديه وهي محروسه كون بارييري دوماندا فالسو. هذا ما عندوش العلاقه بالسكه ديال تران سواء تكون سواء كانت كون بارييري او لا سيمي نون سيمي بارييري او سنسا بارييري. هذا السينيال بعيد كل البعد على هاد المسائل. هاد السينيال فقط كيشير علينا عند واحد الخطر وهو بونتي موبيلي بمعنى جسر متحرك، وهذه اخر دوماندا في لي دوماندي فالسي ديال بونتي موبيلي. ندوز ان شاء الله دابا للدرس الثاني. الدرس الثاني وهو كيحمل العنوان ديال زبوكوس ومولوس وارجيني، يعني واحد المنفذ على واحد الرصيف بحري اولا على واحد المكان كيتم التخزين ديال المياه فيه هو الارجيني. يون سينيالي دي بيريكولو كي بريانون شادي نورما 50 متر لو زبوكوس سترادا او انا بانكينا بورتوالي. يعني هاد الاشاره اللي قدامنا راه اشاره ديال الخطر، كتكون على بعد 150 متر وكتشير على واحد المنفذ ديال واحد الطريق اللي هي كتكون في واحد الرصيف ديال الميناء، لان هاد الاشاره عندها علاقه بالماء. نقدروا نقولوا عليها كتطلع على واحد الرصيف ديال الميناء، اولا اون مولو كيف قلنا نفس المعنى، اولا لارجيني ديون فيومو واحد المكان كيخزنوا فيه الماء ديال الواد، او ديون كانالي يعني قناه. هادو كاملين اماكن كيكون كيتواجد فيها الماء. اكويندي البيريكولو دي كادوتيناكو، وبالتالي حنا نقولوا هاد الاشاره اللي هي كتشير على تواجد او على اننا غادي نوصل لواحد البلاصه غتخرجنا لواحد المكان بغض النظر على الاسم ديالو، ولكن المكان كلهم كيوصلونا للماء. اذا حنا عندنا الخطوره ديال اننا نقدروا نسقطوا السياره ديالتنا في الماء. بيزوني اوزاري بارتيكولاري برودنسا، الا تلقينا هاد الاشاره عندنا في الطريق خاصنا نردوا البال بشكل خاص او بشكل كبير. سوبرا توتو دي نوتي وبالاخص بالليل لان ما كتكونش عندنا الرؤيه واضحه. بريفيتاري دي كاديري اناكوا باش نتجنبوا اننا الله يحفظ نطيحوا في هذاك الماء. ايفينتوالمنت سي دوفرانو في تواري مانوفرا دي روتروماشا، ولا ربما اننا حنا نقدروا نفكروا اننا نديروا لا مانوفرا دي روتروماشا، نعرفوا بان الريتروماشا يرجعوا الى الخلف، نعرفوا بان لا مانوفرا كتشكل يعني واحد الخطوره وممنوع علينا نديروها. نونيفيل كي بريانونشا لو زبوكو سون بونتي موبيلي، غير صحيح الا لقينا هاد الاشاره نقولوا بانها راه كتوصلنا اولا كتكون هي عباره عن من واحد المخرج اولا منفذ كيطلع على واحد البونتي موبيلي، اولا الا مشينا من هاد الطريق راه حنا غنوصلوا لواحد البونتي موبيلي، لان هذا ماشي بونتي موبيلي. البونتي موبيلي الجسر المتحرك هو الدرس اللي شنا قبل من هذا، هذا واحد المنفذ كيخرجنا في واحد البلاصه اللي هي كنقدروا نلقاو فيها الماء، قلنا سواء مولو او لا ارجيني او لا كانالي او لا فيومي على حسب. مهم دائما كتكون عندنا الطريق غتوصلنا لواحد البلاصه اللي غنبداو نتلاقاو فيها بالماء. نونيفيرو اننا نقولوا كي سيري فيريشي سلطانتو على اوتو فيتوري، يعني كتخص فقط الناس اللي هما عندهم السيارات. هاد السينيال كيخص الناس كلهم اللي دايزين تما بجميع انواع الفيكول، لان عندنا الخطوره ديال فلافيني ديال لا سترادا غادي نتلاقاو بالماء. اذا حنا الفيكول كامل بجميع انواعهم كيخصهم هاد السينيال وكلهم خصو يردوا البال، وهذا هو الدرس ديال هاد السينيال. غندوزو ان شاء الله دابا نشوفو الكويتس ديالو. والدوماندا في لي دوماندي لي هما فيري، إل سينيالي رافيكوراتو بريانونشا لو زبوكو ديال لا سترادا سون سبانكينا بورتوالي، يعني هاد الإشارة اللي قدامنا كتشير على واحد الطريق اللي حنا غاديين فيها، المنفذ ديالها كيطل على واحد لابانكينا بورتوالي على الرصيف. او الاخر ديال هاد لا سترادا غادا تادي بينا اننا نوصلوا لواحد الرصيف ديال الميناء توماندا فيرو، لان السينيال كيحذرنا من الخطوره ديال السقوط في المياه. ولا قلنا السقوط في المياه الله راه حنا هذاك الطريق في الاخر ديالها كاين شي حاجه فيها الماء، سواء كانت مولو ولا بانكينا ولا فيومي ولا الاسامي كتختلف كيف قلنا حنا في الدرس، ولكن الخطر راه كيكون واحد وهو تواجد المياه. السينيال رافيغوراتو بريانونشا لو زبوكو ديال لا سترادا سون مولو، يعني هاد الاشاره كتشير على واحد الطريق اللي هي في الاخر ديالها غادا تادي بينا اننا نوصلوا لواحد المولو. المولو حتى هي تقريبا نقدروا نقولوا عليها رصيف ديال الميناء، لان قلنا كيتواجد الماء. السينيال رافيغوراتو بريانونشا لو زبوكو ديال لا سترادا سون لارجيني ديون فيومي، هاد الاشاره اللي عندنا ولا الماثله امامنا كتشير لينا على ان عندنا هذيك الطريق اللي حنا غاديين فيها واللي محطوط فيها هذه الاشاره راه كتادي بينا اننا نوصل لواحد البلاصه اللي هي كتطل على لارجيني ديال فيومي. لارجيني واحد المكان كيكون مجموع فيه الماء، نقدروا نقولوا عليه السد، مكان في كيتجمع فيه الماء، وهذاك الماء كيكون جاي من الفيومي من الواد توماندا فيرو، لان
اي حاجه او اي دوماند قالت لينا بان غادي تخرجني لواحد البلاصه فيها الماء غنقولوا على فيرو، لان هذا هو الخطر اللي كينبهنا ليه السينيال. السينيال راه في غراتو بريانونشال بوكو ديال لاسترازا سو لارجيني ديون كانالي، يعني هذه الاشاره اللي عندنا راه كتشير على ان الطريق اللي حنا فيها عندها واحد المنفذ اللي كيؤدي بينا اننا نوصلوا اولا اللي كيخرجنا في واحد لارجيني، يعني واحد المكان اللي نقدروا نقولوا عليه السد ديال المياه، وهذيك المياه جايه من الكانالي قناه، يعني الماء. دائما كنهضروا على الاماكن اللي هي كيتواجد فيها الماء، وفمنا لقينا شي دوماندا غنديروا على فيرو لان عندنا الخطوره ديال السقوط في المياه. ان بريزنس دي سينيالي رافيغوراتو بيزونيا وزاري بارتيكولاري برودنسا سوبراتوتو دي نوتي بريفيتاري دي كاديري ان اكوا، يعني الاشاره اللي كانت كتواجد عندنا في الطريق راه كيتوجب علينا ولا كيطلب منا ناخذوا الحذر الشديد، وبالاخص ولا بالخصوص في الليل باش نتجنبوا اننا نسقطوا في المياه دوماندا فيرو، لان عندنا خطر ديال السقوط كي قلنا في المياه، وفي الليل ما كتكونش الرؤيه واضحه. كوين دي ملي نتلاقاو بهذا السينيال كنهبطوا السرعه وكنردوا البال بزاف مع الطريق. ان سينيالي رافيغوراتو بريانونشي البيريكولو دي كادوتا ان اكوا، يعني هذه الاشاره كتشير لينا على واحد الخطر وهو السقوط في المياه دوماندا فيرو، لان هذا هو الاساس من تواجد هذا السينيال عندنا في الطريق. ان بريزنس دي سينيالي رافيغوراتو بيزونيا اوزاري بارتيكولاري برودنسا سينيل تراتو دي سترادا كي سيغوي سي دوفرانو افيتواري مانوفري دي ريترومارشا، يعني في تواجد هذا السينيال خاصنا نتوخاو الحذر الشديد الا كنا غاديين في هذيك الطريق اللي الاولى الطريق اللي حنا غاديين كنتمشاو فيها كيسيبوا اللي متابعين وغادي كنتمشاو فيها، يقدروا الناس اللي غاديين قبل منا يديروا ديك لا مانوفرا ديال الريترو مارشي، بمعنى يقدروا يرجعوا للخلف، لانهم اللي غاديين يتلاقاو بهذاك النهايه ديال هذيك الطريق وغيبداو كيطلعوا على الماء يقدروا يتراجعوا بالخلف. الوغ حنا اش خصنا نديروا؟ نكونوا رادين البال معاهم وعاطين لا ديستانس دي سيكوريتي مسافه الامان كافيه باش هما الا قاموا بديك العمليه ديال ريترو مارشا نكونوا حنا عندنا اتساع وعندنا الوقت فين حنا نتفاداو هذاك الخطر. السينيالي رافيغوراتو يون سينيالي دي بيريكولو اوبيامينتي سي، لان تريانغولو روسو يعني كيشيرنا على تواجد خطر. هنا هذا وهي اخر دوماندا في لي دوماندي اللي هما فيري، دابا غادي ندوزو نشوفو لي دوماندي اللي هما فالسي. اول دوماندا السينيالي رافيغوراتو اوبليغا اد ريستارسي ان كورسبوندنس دي ان بونتي موبيلي ان مانوفر، يعني هاد الاشاره اللي عندنا كتشير لينا اولا كتفرض علينا اننا نتوقفوا نوقفوا الطوموبيل ديالتنا ولا السياره ديالتنا ان كورسبوندنس ملي نوصلوا لهذاك البونتي موبيلي ان مانوفر، يعني غير نكونوا غاديين ونلقاو هاد الاشاره، وملي نوصلوا لهذيك المكان راه غادي نلقاو قنطره متحركه دوماندا فالسو، لان هنا ما عندناش بونتي موبيلي، هنا عندنا هاد السينيال كيؤدي بينا اننا كندخلوا لواحد المكان اولا كنبداو نوصلوا لواحد المكان كيتواجد فيه الماء. ان بريزنس دي سينيال رافيغوراتو بيزونيا اوزاري بارتيكولاري برودنسا بيركي سي انكونترا اون ديشيز ليبيدا، يعني هاد الاشاره كتشير اللي عندنا راه خصنا ناخذوا الحذر الشديد لانها كتلاقينا بواحد البلاصه اللي هي فيها دي شيز واحد الهبطه ريبيده، يعني هبطه حاده دوماندا فالسو. هنا ما عندناش هبطه، هنا عندنا النهايه ديال الطريق اللي حنا غاديين فيها كتواجد واحد شي حاجه اللي هي كاين فيها المياه. ان بريزنس دي سينيال رافيغوراتو il pericolo di il presenza di segnale raffigurato عفوا il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di mareggiate، يعني هاد الاشاره اللي عندنا راها كتشير لينا على واحد الخطر ديال ماريجاتي، وهو خطر مثلا ولا قدرنا نقولوا عليه هبوب الرياح او العواصف. هنا ما عندناش لا ماريجاتي، ما عندناش العواصف، ما عندناش الرياح، هنا عندنا الخطوره ديال السقوط في الماء. ان السينيال رافيغوراتو بريانونشا اوناريا اتريتساتا بري لافاجو دي فيكول، يعني هاد الاشاره اللي عندنا راها كتشير تشير لينا على واحد المكان مجهز اتريتساتا، مكان مجهز لغسل السيارات دوماندا فالسو. هذه المساله ماشي هي اللي كيتشير ليها السينيال، وهذا اصلا لافاج ديال الفيكول راه ماشي خطر. السينيال رافيغوراتو سي ريفيريشي سولتانتو على اوتو فيتوري، يعني الاشاره كتخص فقط الناس اللي هما كيسوقوا السيارات، بمعنى اللي عنده السياره يرد البال مع السقوط في المياه، واللي ما عنده السياره ما كاين ماشي مهم. هنا غنديرو فالسو لان هنا عندنا خطر ثابت، خطر كاين في هذيك الطريق، اذا اي فيكول اي نوع من الفيكول ديزنا هذيك الطريق
وعند والقاعد الصينيه خصو رد البال، لان هذيك الطريق في الاخر ديالها غيوصلوا لواحد البلاصه اللي هي فيها الماء. السينيال لي رافيغوراتو نونا فاليديتاني ميزيستيبي، يعني هاد الاشاره اللي عندنا راه غير صالحه ولا كتفقد الصلاحيه ديالها في الشهور الصيفيه او الشهور اللي هي كتكون بالصيف. الدوماندا هنا فالسو، لان هاد السينيال قلنا ثابت، وهذيك المياه اللي متواجده تما الا كان عندنا رصيف ديال الميناء ولا كان عندنا تجمع ديال الماء ديال الواد ولا شي حاجه، ما عمره غادي يكونوا من بعد في الشتاء غادي يكون او في الصيف ما غاديش يكون او العكس، دائما كيتواجد عندنا. غنرجع للبنات ولا غنرجع عفوا للناس اللي هما متبعين القناه، غنرجع لواحد الدوماندا سالطيتها في الاول وهي اول دوماندا. السينيالي رافيغوراتو بريانونشا اون فيادوتو ان كونستركسيوني، يعني هاد الاشاره اللي عندنا راه كتشير لينا على واحد الجسر طور الانشاء او لواحد الجسر كي يلا كيصاوبوا فيه. الدوماندا فالسو، لان هنا عندنا السينيال كيشير على خطر ديال تواجد المياه في النهايه ديال هذيك الطريق اللي حنا غاديين فيها واللي كيتواجد فيها السينيال، وخصنا نردوا البال باش نتفاداو هذاك الخطر ديال السقوط في المياه. بهذا الشكل حنا الحمد لله كملنا هذا الفيديو، درنا فيه جوج دروس. نقول لكم دابا السلام عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، الى اللقاء.